أول دولة في العالم تعلن تطبيق الحجر الصحي الإجباري بسبب جدره القرود. أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا عن تطبيق حجر صحي للمصابين بجدر القرود، ويكون الحجر 21 يوما على الأشخاص الذين تابتت إصابتهم بالمرض. وأكدت السلطات الصحية البلجيكية أن الذين أصيبوا بالفيروس سيتم عزلهم لمدة 3 أسابيع. وتأتي الإجراءات من الحكومة البلجيكية بعد أن أعلنت تسجيل 3 إصابات بهذا الفيروس، والتي تم تسجيل أولها يوم الجمعة الماضي وكان مرتبطا بمهرجان. وبذلك تعتبر بلجيكا أولى الدول التي تطبق الحجر الصحي على المصابين.